هي بالحرب كنت أنا ببيع وبشتري عندي في البيت غرفة عندنا أسباس. وقت الحرب وهيك أخذت أولادي واحتمينا في غرفة بطون طبعاً، والغرفة اللي فيها الأواعي والأشياء اللي ببيع وبشتري فيها صار قصف جنب جيراننا وهيك، وطبش الأسباست ونزل على الأواعي والبضاعة اللي أنا إيش بشتري وببيع فيها وضاع كل شيء. أنا اكتشفت إنه في مؤسسة اسمها العمل ضد الجوع بتساعد اللي مشاريعهم اتدمرت وتضرروا بالحرب، فسجلت فيها اللي دمروا يعني اي دمرت مشاريعهم بالحرب زيي، وهم بيمولوا وهم بيعيدوا بناء المشاريع تبعتهم زي ما عملوا معي، فسجلت فيها اللي دمروا يعني اي دمرت مشاريعهم بالحرب زيي وهم بيمولوا وهم بيعيدوا بناء المشاريع تبعتهم زي ما عملوا معي.